أهلا أعزائي، منواصل حديثنا من سفر التكوين إصحاح الثالث، سقوط الإنسان في الخطية والسؤال اللي وجهته الحية اللي تكلم من خلالها الشيطان، أحقا قال الله؟ وهذا السؤال وجهه الشيطان من خلال حية إلى حواء. أولا أحقا قال الله؟ وبعدين ذكرت دكتور ناجي مثل ما بقول الكتاب لن تموتا، يعني وقاحة زيادة مضادة لكلمة الله تماما. أيوة. رب يقول موتا تموت، ده تأكيد لفظي زي ما احنا عارفين، لازم هتموت، وهي بتقول لن تموتا، التضاد الكامل لكلمة الله. وده اللي بنواجهه في العصر الحديث يا أسيس نزار، وعشان كده لازم نثبت على كلمة الله الصادقة. يعني احنا بنشوف الخطوات كيف سقطت حواء ورأت أن الشجرة شهية، لما يعني كانت بتستمتع في منظر الشجرة، وكأنه التجربة ابتدأت تتبلور في داخل وحياة الإنسان، كما قال الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انخدع من شهوته. فإذا ابتدأت الشهوة تتبلور في داخل الإنسان وحدث السقوط الكامل.